مواصل معكم حتى للحداشة ذي الشارع التونسي الرادار. رحب زميلتي أمل هاني، أهلا وسهلا ومرحبا بك أمل. مرحبا لبنى، صباح النور صباح الورد لكل سادة المستمعين وخاصة متابعي وأوفياء برنامج الشارع التونسي. إذا لبنى في الرادار اليوم باش نقعدوا ديما نحكيوا على الشأن الفلسطيني، ونحكيوا خاصة اللي اليوم وصلنا تقريبا 2000 طفل شهيد في قطاع غزة، من ضمن 5000 شهيد، أغلبيتهم كما كنت نحكي من النساء والأطفال، أكثر من 15000 جريح. دونك باش نشوفوا أكثر تفاصيل اليوم، باش نحكيوا على الأطفال الشهداء في قطاع غزة، نحكيوا على الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل اللي أدانت الاعتداءات الوحشية الإرهابية تجاه أطفال غزة، باش يكون حاضر معنا رئيس الجمعية سي معز الشريف للحديث أكثر بخصوص آخر بيان هبطوا في الإطار هذا. صباح النور سي معز. أهلا وسهلا، صباح النور. نهارك اسعد وابرك، ومرحبا بكل المستمعات والمستمعين. شكرا ليك لقبولك تدخلك معنا. اذا سي معز، اليوم نحكيو على اعتداءات ارهابيه، اعتداءات وحشيه لجيش ما يسمى نفسه او ما يسمي نفسه بالجيش الاحتلال وقوات الاحتلال. سي معز، خلينا نفهموا اكثر عدد الشهداء، وعلاش اخترتوا اليوم بالضبط في هذا الوقت انكم تهبطوا بيان، وشني فحوى البيان نتاع الجمعيه؟ اخترنا اليوم من اجل تواصل الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وانه الاطفال هم اللي مثلوا اكبر ضحايا في الاعتداءات هذوما، لانه ما فماش كان العدد نتاع الموتى فقط ربي يرحمهم وهما في الجنه ان شاء الله، لكن تم العدد المهول نتاع المجروحين، فمن العدد نتاع الاطفال المرضى في المستشفيات اللي ما عادش قادره باش تجاوب وتتفاعل معاهم، قطع الماء وقطع النور على قطاع غزه باش يؤدي الى تفاقم امراض معديه في القطاع، مع صعوبات الوصول الى الماء صالح للشراب، واكبر ضحايا باش يكونوا حتى في المستقبل من فعاليات الجانبيه للدمار اللي قاعد يمس في قطاع غزه، يهدد كل الاطفال برمتهم في قطاع غزه. مع ذلك فما تنجموا انتم تتصوروا كل الوضعيه الصحيه النفسيه نتاع الاطفال، اللي هالدمار هذايا باش يخلي فيهم اثر اللي مش ممكن باش تتنحى طول الحياه نتاعهم. متى باش الصغيرات اللي كبروا تحت القنابل واللي شافوا الموت قدامهم، واللي فقدوا اقرب الاقارب نتاعهم، اللي فقدوا اخواتهم، اللي فقدوا اوليائهم، اللي فقدوا اصغار واحد اخرين قدامهم، مش ممكن باش نفسروا لهم شنو اللي قاعد يوقع وشنو اللي قاعد يصير. هذايا هبطنا البيان زاد في مع التنبيه لكل القوانين الدوليه. تعرف اللي مجلس الامن الدولي في عام 1999 خرج قرار اللي يعتبر انه اعتداءات جسيمه في كل النزاعات الحربيه وضعت الاعتداء على الاطفال، وصنف الاعتداءات هذوما الى 6 اعتداءات، منهم 3 اللي مسؤول عليه دوله الكيان الصهيوني دوله الاحتلال في فلسطين. اولا هي الاعتداء على الحرمه البشريه، الحرمه الجسديه نتاع الاطفال وقتل وتقتيل الاطفال، هذا من صنف مجلس الامن الدولي كاعتداء صارخ وجسيم على حقوق الاطفال. ثانيا تدمير المستشفيات والمدارس اللي تحد من ولوج الاطفال اللي حقهم في التربيه والحق في الولوج الى الصحه، والاعتداء الجسيم الثالث هو ترحيل الأطفال. إذا كان نكونوا عندنا مرجعية دولية لحقوق دولية وباعتراف من مجلس الأمن الدولي أن هذه الاعتداءات تصنف كاعتداءات جسيمة، ما نفهموش شنو ما القرارات اللي يقع التصدي لها في نفس المجلس الدولي، وما يخليوش حتى الى اليوم هذايا اي قرار يدين بالاعمال اللي قاعد يقوم بها الكيان الصهيوني. هذايا اللي مبين انه التعامل مع حقوق الانسان تعامل بمكيالين، اني الحياه
حياة الأطفال في فلسطين ما هيش عندها قيمة كبقية الأطفال في بقية أنحاء العالم. فسكوت المؤسسات الدولية على ما هو قاعد يصير اليوم قاعد يبين بشكل واضح أنه حقوق الإنسان ما هيش حقوق كل الناس، وأنه فما التعامل مع الشعوب بمكيالين، وأنه الشعب الحق الشعب الفلسطيني الحق متاعه مهضوم مش من طرف الكيان الصهيوني فقط، لكن من طرف المؤسسات الدولية ومن طرف من يتشدق بحقوق الإنسان وبالديمقراطية وبالمساواة ما بين المواطنين والمواطنات حول العالم. واضح. سي معز، خلينا نفهم، هل ربما ننتظر بعض التعامل ولا تعاون دولي في هذا الإطار من قبل كان فما جمعيات ناشطة في هذا المجال؟ بدأ التعامل الدولي، احنا فما شبكات نتاع مدافعي على حقوق الاطفال، اريد الشبكه المتوسطيه لحقوق الاطفال كيفاش قدمت بتعاون مع محامين دوليين بشكوى دوليه ضد الكيان الصهيوني لما لكل الاجرام اللي قاعد يصيب في الاطفال في فلسطين. حتى اذا كان هي أفعال شكلية لكن عندها أهمية قصوى، لأن تحط كل دول العالم قدام المسؤوليات متاعها، بس كل دولة تأخذ المسؤولية متاعها إزاء الأطفال. الأطفال هم حياة بكل الأنواع، وإحنا ندين بروح كل طفل يقع قتلها في النزاعات الحربية. النزاعات الحربية الأطفال ما همش مسؤولين عليها وما عندهم حتى دخل في هذا. لازم كل المؤسسات وكل الدول تعمل كل المجهود متاعها لتجنب المساس بالأطفال أينما كانوا. فالتدمير خاصة للمدارس واستهداف المدارس يبين أنه ما عندهم حتى إحساس بحقوق الأطفال. اليوم بركة اليوم انطلق مؤتمر مهم ومهم جدا في تونس، وهو مؤتمر دولي تحت إشراف الأليكسو على فقدان التعلم، على الأزمات المتتالية كما الأزمة نتاع الكورونا الأخيرة اللي خليت عدد كبير من أطفال حول العالم ما ينجموش يخلطوا للحقهم في التعليم وانقطعت التعلم نتاعهم. ففي النزاعات الحربية هو نفس ذلك، نفس المشكل ونفس الموضوع، لأنه بعد هالدمار هذايا الشامل شكون اللي باش يعاود يبني البلدان؟ شكون اللي باش يعاود يرجع فلسطين ما كانت عليه؟ وحنا عندنا أمل باش ترجع فلسطين إلى ما كانت عليه، هما الأجيال القادمة، هما الأطفال. بتدمير المدارس فما واضح أنه فما إرادة للتدمير نتاع الفلسطينيين، ليس في الحاضر فقط بل في المستقبل كذلك، حتى الأجيال القادمة باش نقطعوا لهم الأمل في المستقبل، وهذا يدين به كل الشعوب. وهذاك علاش خرجنا البيان هذايا وبعثناه لكل المؤسسات الدولية حتى كل واحد ياخذ المسؤولية نتاعه. واضح. شكرا لك سي معز الشريف، رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل. إذن كما شفنا لبنى نظرا لمخلفات الحرب خاصة العصبية والنفسية على الأطفال، فما برشا إدانات دولية وطنية دولية بخصوص الاعتداءات الوحشية الإرهابية للكيان المحتل على أهل غزة وخاصة الأطفال. ننتظر إذن ربما تعاون تفاعل دولي في هذا الإطار إلى أن بعض الإجراءات المنتظرة. علاش لا نلقاو تفاعل على في القطاع الطبي وتعاون تبادل للخبرات الطبية لمراجعة خاصة المراجعة النفسية للأطفال. مشكورة جدا أمل هالي. الحوار الكامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس فام. احنا مواصلين معاكم في الشارع التونسي حتى للحداش، ومازلنا باش نواصلوا أرست كل المبادرات اللي تهم الشعب الفلسطيني ودعما للشعب الفلسطيني. هذه الشارع التونسي، تابعونا ما تبعدوش.